وهذه هي البداية. وصلت طلبية البيتزا إلى منزل إيميلي، وعند وصولها لم يجد أحدا، ترى الطلبية عن طريق الأونلاين، وأخذ يتفقد المكان لكي يسلم الطلبية إلى أصحاب المنزل. وجد أشرطة الأم تتحدث عن حالة وظروف التي تمر بها الفتاة إيميلي، وهي تعاني من مشاكل نفسية، وهي بالأحرى ملموسة، وكانت عدوانية في المدرسة، مما اضطرت إلى حبسها في القبو، واشترت لها 3 دمى لكي تقضي معها في القبو. ولكن لاحظت الأم بأن الدمى تتحرك من مكانها. بعد منتصف الليل، بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي، من هاي اللي في الحجرة؟ افتح. Don't look at her، يعني ما تشوفها خلاص، اوكي ما بتشوفها. Get a new door. Pick up Emily to Emily's mates. شو هو خلات تطلعين هي؟ افتح الثلاجة ما اقدر. هذا بالله طلعت لي. وينه؟ يا الله، شو اللعبة؟ ما بلعب خلاص. شيت، ما بفتح ليتر، ما بشغل ليتر، هذه نيوكي راحت نزلت تحت. وبعدين يلعن، ها بعد رجاك ليق وبكثر. يلعن كل مكان يطلعون. شيت، شو اللعبة؟ وهنا ستبدأ إيميلي والدمى باللعب معك من منتصف الليل حتى الصباح. وعند تفقدك للمكان ستجد أوراق مبعثرة لإيميلي تتحدث عن حالتها وبأنها كرهت والديها بسبب حجزها في القبول. وأحد الأشرطة تتحدث الأم بعد انتقالها المنزل. تتصرف إيميلي بغرابة، يعني أن المنزل مسكون. تعالي الحين، تعالي. واو، وين راحت؟ كيكي لا، كيكي لا، كيكي لا، كيكي 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 كيكي. اختفي عاد، فكينا. يخرب بيتك، قلت لك تختفي. يلعن يلعن، وانا استهبل. ايه يا كيكي، صدق ارجع. لا، هالحركات مو بعلي، ترى هيجي. ايوه ووب. يا حبيبي ووب. يا الهي ووب. ان شاء الله ما يطلع جارث بيل. جارث بيل يعني جيم اوفر. جارث بيل يعني جيم اوفر. جيم اوفر. لا 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 لا، قال ان شاء الله ما تختمها. كيفي انا ما بختمها خلاص، تشي عيبتني اللعبه. تطلعون في نفس الوقت، ما يستوي، ما يصير. 5 مرات طلعت لي، خرب بيتكم. يا الله والله طفرت. ما يستوي. لا، الباب يتسكر في وقت خايس. 5 مرات. خمس. إيميلي 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 إيميلي، أين أنت يا إيميلي؟ إيميلي إيميلي، اوكي ما ادري 6 حين ولا كم. كم يا جماعه الخير؟ كيكي يرجوج، كيكي يرجوج، كيكي لا، كيكي كيكي كيكي. الله الله، خلصت اللعبه، مو مصدق. يا الله مخلصت اللعبه، مو مصدق. مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم. لا يحدث كل يوم، لا يحدث.
جيت اوت ناو جيت اوت ناو بسرعه جيت اوت ناو اطلع 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 بسرعه اطلع بسرعه 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 اوكي 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 اطلع 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 من البيت 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 ما مصدق ما مصدق بعد كم بث بعد كم ساعة مستحيل مستحيل ما مصدق يا الله لا 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 اطول بث Location was the same as the one involved in the current death of two locals. Police investigated the house again, but everything appeared untouched since last month, when two bodies were found at the same residence. A box of dolls matching the delivery man's description was recovered. The police cannot determine if this is somehow connected to the mysterious deaths. The pizza delivery man is now under psychiatric evaluation while the investigation continues. Please stay tuned for the... بعد هروب رجل البيتزا من المنزل اتجه الى مركز الشرطة وبلغ بالحادثة، ولكن بعد وصول الشرطة الى المنزل لم يجدوا اي دلائل او اشياء متغيرة او بوجود ارواح شريرة كما وصف لهم رجل البيتزا. ووقعت الحادثة قبل شهر بمقتل الوالدين. اخذوا رجل البيتزا الى مستشفى الحالات النفسية لاستكمال التحقيق ولم يجدوا إيميلي، وأخذت الشرطة الدمى إلى قسم المفقودات.